السلام عليكم يا شباب، جمعة سعيدة عليكم. نواصل في درسنا حق امبارح اللي هو بيتكلم عن استخراج سلالم الميجر من المسطرة بالطريقة العشوائية. كويس، والليلة نتكلم والليلة نستخدم الطريقة المنظمة في استخراجها الليلة نستخدم الطريقة المنظمة في استخراج سلالم الميجر سلم ورا التاني. وهذه الطريقة عندها برضو شنو؟ قاعدة ثابتة. والقاعدة هي عبارة عن شنو؟ حساب البعد الخامس من أول سلم حددناه. حساب البعد الخامس من أول سلم حددناه، أو 7 أنصاص. إحنا طالعين أو نازلين، كويس؟ أو 7 أنصاص يساوي البعد الخامس، إحنا طالعين أو نازلين، كويس؟ نطبق هذه القاعدة في المسطرة عشان نفهم أكتر. كويس، أول سلم حددناه دو، لو دارين نعرف السلم اللي بعده شنو بالترتيب، نحسب البعد الخامس له أو 7 أنصاص. البعد الخامس له أو 7 أنصاص. البعد الخامس 1 2 3 4 5. البعد ري أو 7 أنصاص، 1 2 3 4 5 6 7. البعد شنو؟ صول. البعد صول. المنبع الصول شنو؟ نحسب 7 أنصاص أو البعد الخامس له، 1 2 3 4 5 6 7. البعد ري، البعد ري حددناه وجاهز. دارين نشوف السلم البعد ري شنو، السلم البعد ري شنو، 1 2 3 4 5 6 7. البعد ري لا محدد جاهز، بعت لا نستخدمه في الدرجة الواطية عشان المسطرة هنا. لا نحسب 7 أنصاص، 1 2 3 4 5 6 7. البعد شنو؟ مي. البعد مي محدد جاهز، البعد مي، 1 2 3 4 5 6 7. البعد سي، سي كويس. البعد سي ناخد قرار سي، 1 2 3 4 5 6 7، 7 كويس. البعض فادي اسيس، العلامة دي بترمز شنو؟ للدي اسيس، العلامة شارب. سلم ده بترمز للدي اسيس، والبيئة الصغيرة دي بترمز للبيمول، بعدين بنتطرق لها في كويس. ده احنا استخدمنا الطريقة شنو؟ حساب البعد الخامس واحنا شنو؟ طالعين. نستخدم نفس الطريقة شنو؟ واحنا نازلين، كويس؟ السلم اللي حددنا أول واحد شنو؟ دو، السلم المحدد دو. دارين نعرف البعد شنو؟ واحنا نازلين. البعد 1 2 3 4 5 6 7. البعد فا، البعد فا محدد جاهز، كويس. البعد فا، 1 2 3 4 5 6 7. البعد سي بيمول، احنا نازلين بنستخدم بيمول وطالعين بنستخدم الدي اسيس، كويس. سي بيمول، سي بيمول كويس. سي بيمول يا هادي، معلش سي بيمول كويس. البعد سي بيمول، 1 2 3 4 5 6 7. بعد سي بيمول مي بيمول، مي مي بيمول يا حدي، كويس. مي بيمول، 1 2 3 4 5 6 7. البعد مي بيمول لا بيمول، لا بيمول محددة جاهزة، لا بيمول يا هادي، لا بيمول كويس. البعد لا بيمول، 1 2 3 4 5 6 7. البعد ري بيمول، ري بيمول محددة جاهزة، ال ري بيمول خلاص السلالم كلها انتهت. لكن
الحاجة الكويسة في الطريقة المنظمة شنو؟ ممكن أي سلم هنا قبل ما نستخدم وقبل ما نستخدم العملية الحسابية ممكن شنو نعرف علامات التحويل الفوق الصوت. سلم صول عنده علامة واحدة، الري عنده علامتين، اللا عنده ثلاثة، والمي عنده أربعة، والسي عنده خمسة، والفا عنده ست علامات. كويس، نفس الطريقة احنا الفا عنده علامة واحدة، والسي بي مول عنده علامتين، والمي بي مول عنده ثلاثة علامات، واللا بي مول عنده أربعة، والري بي مول عنده خمسة علامات. أنا عرفتها كيف. كويس، الصول بيمول السلم القبل شنو دو، نخلي دو نشيل القبل دو، فا دي العلامة حقته فا، عرفناها قبل ما نطبقها، احفظها كويس. في السلم ري العلامتين نخط الفا الجبل طلعنا نخطها كما هي. القبل ري شنو صول، القبل صول نخلي السلم اللي بعده مباشر نشيل القبل دو. كويس، علامات ري فا دو. كويس، فا دو نخطها في السلم اللي بعده زي ما هي. كويس، القبل لا ري، نخلي ري نشيل الصول. كويس، فادو دي ما طلعناهم خطيناهم كما نشيل القبل شنو صول، ثلاثة علامات، فادو صول علامات التحويل. كويس، نجي في سلم ميم عنده أربع علامات، الثلاثة علامات دي نخطين زي ما هن. كويس، القبل مي لا نشيل القبليه ري، فادو صول ري دي العلامات. كويس، السي الأربعة طلعناها نشيل النخوتين زي ما هن. القبل سي شنو مي، نخلي مي نشيل لا، فا دو صول ري لا. كويس، نفس الطريقة برضو الأربعة طلعناها نخوتهم زي ما هم، نشيل القبل نخليه نشيل القبليه الثاني. كويس، فا دو صول ري لا مي، دي العلامات الخمسة حقين. كويس، نجي في الجنب الثاني، فا عندها علامة واحدة. هنا في الطريق في البيمول بنحسب الحرف اللي بعده، نخط الحرف اللي بعده مباشر، علامته شنو سي بيمول، علامة فا سي بيمول علامته واحدة بس. كويس، السي بيمول عنده علامتين، السي بيمول العلامة الأولى نخطها زي ما هي سي بيمول، نشيل البعد سي، مي بيمول سي بيمول مي بيمول، دي العلامة شنو سلم سي بيمول، علامات الاتنين دي. كويس، نفس العلامات نخطين زي ما هن في السلم اللي بعده، سلم مي بيمول العلامتين اللي طلعناهم وخدناهم زي ما هن، نشيل الحرف اللي بعده السلم اللي بعده مباشر لا بيمول. إذن علامات شنو سي بيمول مي بيمول لا بيمول، الثلاث علامات نخطين زي ما هن في السلم اللي بعده، نشيل العلامة اللي بعدها بعد ري. إذن علامات شنو سي بيمول مي بيمول لا بيمول ري بيمول، الأربع علامات نخطين زي ما هن في السلم البي. كويس، سلم ري بيمول عنده أربع خمس علامات، الأربع اللي هنا دي نخطين زي ما هن، نشيل الباقي ري بيمول صول بيمول صول بيمول، الأربع الخمسة سي بيمول مي بيمول لا بيمول ري بيمول صول بيمول. كويس، نجي نستخدم الطريقة اللي استخدمناها قبل القاعدة الثابتة، واحد واحد ونص واحد واحد ونص واحد 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 ونص.
عشان نعرف العلامات دي، طبقها يعني في المصدر عشان نعرف كويس. نمسك أول الدور طبعا ما عنده ولا علامة تحويل واحدة، نمسك أول سلم شنو فوقه علامة تحويل صول، نشوف علامته. طبعا علامته شنو؟ فا دي اسس علامته فا صول ياخدها نفس العلامة، ونستخدم القاعدة 1 1.5 1 1 1.5 كويس. 1 2 الدرجة الثانية ونص، 1 1 الدرجة الثانية ونص كويس. الدرجة الأولى في الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة ونص كويس. دي العلامة فادي اسس، علامته شنو؟ فادي اسس يا حدي كويس. نجي لسلم ري عنده علامتين، علامتين سلم ري ياخدها، نستخدم نفس القاعدة 1 1.5 1 1 1.5 1 2 الدرجة الثانية ونص، دي العلامة الواحدة كويس. 1 2 3.5 دي العلامة الثانية السوداء يا حمدين. يا هودا الفادي اسس والدودي اسس، دودي اسس هنا في علامة شارب كويس، دي اسس برضو، دي اسس كله دي اسس نفس الطريقة كويس. نجي لسي سلم لا عنده 3 علامات، 3 علامات لا، نستخدم نفس القاعدة 1 1.5 1 1.5 سلم لا، 1 درجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثانية دي العلامة الأولى أول حاجة، ونص الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة ونص، الدرجة الثالثة ونص يا هادي. دي العلامة الأولى، العلامة الأولى دو دي اسس، العلامة الثانية فا دي اسس كويس، العلامة الثالثة صول دي اسس ونص، دي العلامات كويس. هل البعث لا مي، مي علاماته 4 4 بين مي يا هدى. نستخدم القاعدة 1 2 2.5 دي العلامتين الأولانية كويس، 2.5 1 2 3.5 العلامتين الثانية سلمنا يا هدى. ديل العلامتين الـ4 علامات كويس. نجي لسلم سي عنده 5 علامات، 5 علامات سلم سي يا هدى، استخدم القاعدة 2.5 3.5 1 2.5 كويس، 1 2 3.5 3.5 ده سلمنا. ده سلمنا دي الـ5 علامات حقينه. دودي اسس، ريدي اسس، فادي اسس، سول دي اسس، لا دي اسس، دي علامات
نجلس اللي فا فا دي اسيس يا هدى نشوف علامات كويس. درجة الثانية ونص، درجة الثانية ونص، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة ونص. سلمنا يا هدى، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية ونص يا هدى، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية ونص ونص، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة ونص يا هدى، دي العلامات كويس. نجي للجنب الثاني كويس. اللمفاء عنده علامة بيمول واحدة، علامته واحدة، اللمفاء بين يا هدى علامته واحدة، الدرجة الثانية ونص كويس، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة ونص، علامته واحدة يا حبيبي. كويس. البعد شنو علامته يا حبيبي؟ سي بيمول كويس. البعد سلم سي بيمول عنده علامتين، سي بيمول وين يا حبيبي؟ سلم سي بيمول نفس القاعدة، واحد درجة تانية ونص، درجة تانية ونص كويس، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة ونص، عنده علامتين كويس. العلامتين واحد اثنين يا هدى، سي بي مول، الدرجة الثانية ونص، نص درجة، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة ونص يا هذا كويس. نجي لسلم مي بيمول عنده ثلاثة علامات، مي بيمول عنده ثلاثة علامات، مي بيمول، مي بيمول، مي بيمول يا هدى، نستخدم القاعدة، درجة، الدرجة الثانية ونص كويس، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة ونص، دي العلامة الأولى، درجة أولى، الدرجة الثانية ونص، العلامة الثانية كويس ونص، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة ونص، انتهي بنفس الحرف، دي العلامات كويس. سلمنا يا هدى، درجة الدرجة الثانية، درجة ونص يا هدى، يا هدى يا هدى.
كويس. نجي للسلم اللي بعده، شنو؟ لا بيمول. لا بيمول عنده 4 علامات، كويس. بنفس الطريقة نطلع كل العلامات، بنفس الطريقة ونستخدم القاعدة دي نطلع باقي العلامات في باقي السلالم. وشكرا لكم، تسلموا كثير.